لأخواتنا من تلك المدرسة الثانوية قضية مطولة، بعض الشيء ملخصها أنهن يجمعن من الطالبات بعض التبرعات، فمنهن من تتبرع ب10 ريالات ومنهن من تتبرع ب5 هلالات كما يذكرنا، وحينئذ يجمعن هذه التبرعات ويتصدقن بها على المساكين. لكن القضية أن إحداهن تجمع هذه التبرعات وتخلطها بمالها، ثم تقدر أن التبرعات مقدارها ما هو كذا وكذا. ما هو توجيه قضية شخص؟ هذا لا يجوز، لا يجوز أنها تجمع التبرعات التي دفعها أصحابها لوجوه الخير ثم تخلطها بمالها الخاص بها، ثم بعد ذلك تقدر مبلغ التبرعات وتخرجه، لأن هذا التقدير قد يكون خطأ. فالواجب عليها أن تحفظ المبالغ المتبرع بها على حدة، لأنها أمانة، أمانة في يدها، الواجب عليها أن تحفظها على حدة وألا تخلطها بمالها، تجنبا للغلط وأن يدخل عليها شيء من هذه التبرعات ولو كان عن طريق الخطأ في التقدير والغلط، لأنها هي المتسببة في هذا الخلل في كونها خلطت هذه الأموال. ولو عزلتها وحصرتها في مكان فكان هذا أحفظ لها وأحفظ للأمانة وأبرأ للذمة.